في مجمع الأطهار، في موكب الأبرار، قائم بخشوع ووقار، بيطهى كراس، مولود في المنيا، صاحب السمات السامية والحياة السماوية، بيطهى كراس. الأربعاء عشر ديسمبر الله أعد وأحضر ملك في ثياب بشر، بيوت أفاكاروس، عاش حياة نقية بمحبة حقيقية وأسس أرثوذكسية، بيوت أفاكاروس، وحصل هذا المغبوط على بكالوريوس اللاهوت محبة في رب الصباوت، بيوت أفاكاروس، وبنعمة القادر بتحضيره ماجستير في تاريخ كنيستنا الغزير، بيوت أفاكاروس، والدير أنبا صموئيل دعاه عمانوئيل ليكون راهبا جليل، بيوت أفاكاروس، باسم أبونا متياس حياته كانت قداس محبوب من كل الناس، بيوت أفاكاروس، لدير المحرة العظيم انتقال الأب الحكيم باسم الراهب سرافيم، بيوت أفاكاروس، ترك لله قلبه فأصبح ملك لربه ينشر منه حبه، بيوت أفاكاروس، عاش حياة رهبانية وديعة نقية ولمواهب الروحية، بيوت أفاكاروس، صار واكيل بخصوص إبراشيط نقاد وقوس بقوة يسوع محروس، بيوت أفاكاروس، خدم بأمانة وإخلاص واحتمال لكل الناس حب يسوع هو الأساس، بيوت أفاكاروس، ثم أراد الله واختار أسقف بإيدين البابا البار أنبت وادروس رئيس الأحبار، بيوت أفاكاروس، أسقف عام بالمحلة فكانت أنوار هلة ملأها محبة وخدمة، بيوت أفاكاروس، عاش خادم للجميع بقلب متواضع ووديع لوصايا الله مطيع، بيوت أفاكاروس، أسقف للكل معين يرى أولاده بعين ربه وفديه الأمين، بيوت أفاكاروس، إخوة الرب إخواته أول اهتماماته وأولاهم برعايته، بيوت أفاكاروس، في عظاته تحس بشوق للسماء وفي صوته هدوء
بيرفع قلبه لفوق بيوتها كرس محب عطاء رحمة طيبة قلب مسمحة بساطة مع حكمة بيوتها كرس في أربع باب بتمام سفر السماء بسلام لفردوس ملك السلام بنيوت أفاكاروس لن ننساك يا أبانا واثقين لن تنسانا أمام عرش اللي فدانا بنيوت أفاكاروس تأثير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا لأم بقرص الأسقف أعنا